وزنها زاد والبلوزة اتقطعت قدام المعازيم، وقالوا إن نرمين الفقي شكلها أصغر منها. موقف محرج لسمية الخشاف في فرح بنت علاء مرسي. فيا ترى إيه اللي حصل؟ موقف محرج اتعرضت له الفنانة سمية الخشاب أثناء حضورها فرح مريم بنت الفنان علاء مرسي. فأثناء حضور عدد كبير من الفنانين والنجوم في الفرح حضرت سمية، لكن المتابعين والجمهور لاحظوا إن وزنها زاد بطريقة ملحوظة عن قبل كده. كانت لابسة فستان أسود جريء وبلوزة شفافة، وأثناء ما كانت سمية بترفع إيديها عشان تسلم على اللي موجودين ومنهم علاء مرسي أبو العروسة، اتعرضت لموقف محرج وهو إن البلوزة اللي كانت لابسها اتقطعت، وحاولت سمية تتعامل مع الموقف بهدوء. قعدت جنب الفنانة نرمين الفقي علشان القطع في البلوزة ما يبانش، لكن سمية ما سلمتش من تعليقات المتابعين والجمهور اللي قالوا إن رغم إن سمية أصغر في الحقيقة من نرمين الفقي، لكن الاتنين وهم قاعدين جنب بعض باين على إن نرمين إنها الأصغر من سمية. وكانت التعليقات كلها إن لازم سمية تاخد بالها من نفسها أكتر من كده، لأنها ممثلة وحضورها وشكلها مهم بالنسبة لنا جوميتها. لكن سمية ما ردتش على التعليقات السلبية اللي تعرضت لها من المتابعين والجمهور، خاصة انها مش اول مرة تتعرض لزيادة ملحوظة في الوزن. سبق وعانت فترة من المشكلة دي بسبب انها كانت عيانة وبتضطر تاخد كورتيزون، وده اللي كان بيتسبب في ان المية تتحبس في جسمها ويحصل زيادة كبيرة في الوزن، لكن في كل مرة كانت بترجع لوزنها مرة تانية من خلال الدايت والجيم. ده غير ان سمية عانت الفترة الاخيرة من مشاكل في جسمها بسبب حلقتها مع رامز جلال، فتسببت الحلقة في اصابات، وقالت وقتها وقت تصوير الحلقة حسيت ان في حاجه وجعاني بس ما كنتش مركزه ولا مستوعبه اللي حصل، لكن بعد ما خلصت البرنامج لقيت رجلي ورمه وبعرج، ورجعت الاوتيل قلت لهم ودوني المستشفى رجلي ورمه وتعبانه. رحت تاني يوم وعندي تقارير طبيه مختومه من المستشفى، وقعتي كانت قويه جدا وعندي تمزق في الاربطه في رجلي وكتفي، وما بقدرش احرك ايدي بشكل طبيعي، ولحد دلوقتي لسه رجلي ورمه ودلوقتي عايشه على المسكنات. وانا كنت بقول لهم رجلي بتوجعني، كتفي وجعني ومش قادره اتحرك، كل ده أسوأ. هو ايه اللي بيحصل؟ ده بهدله. برامج مقالب بتتعمل في اي حته في العالم كله، بس بنبقى عارفين انها مقالب. مش من حقك انك تاذي جسمي، وده ضد حقوق الانسان وضد القانون. انا نزلت الصوره من البرنامج وقلت مش هسيب حقي منك يا رامز، وكنت بتكلم بجد، ما كنتش بضحك ولا حاجه. وبسبب الاصابات اللي حصلت لسمية الفتره الاخيره، اتوقع الجمهور انها ممكن تكون اضطرت تاخد دواء اتسبب في زياده كبيره في وزنها، او انها ما بقتش عارفه تلعب رياضه، عشان كده ظهرت في الفرح بزياده ملحوظه في الوزن والبلوزه بتاعتها اتقطعت. فيا ترى لو مكان سمية الخشاب وتعرضت لموقف محرج زي ده، هتتصرف ازاي؟